حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن مين الشخص المشغول بيك او باله معاك او بيفكر فيك او انت تهمه او يهمه امرك، وممكن كمان يكون ندمان عليك مثلا او نفسه يقرب ليك الفترة القادمة. يا ترى مين هو الشخص ده؟ بطاقة اسمك انت او باختيار الاحجار. الحجر الاول هيكون الحجر الاحمر، والحجر الثاني هيكون الصدفة البيضاء. اوكي، هتختاروا بالاحجار، هتختار باول حرف من اسمك انت. طبعا هتلاقوا الحروف في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول. طبعا لو انت اول مره تشوفوني يا ريت تنوروني في القناه، تعملوا سبسكرايب وتقولوا لي بتتابعوني منين، وكمان لو حد محتاج يحجز قراءه مدفوعه يتواصل على رقم الواتساب هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول. وطبعا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبتدي القراءه بتاعتنا النهارده. مجموعه رقم واحد، ونشوف فترة طاقتك ايه. فترة طاقه مجموعه رقم واحد ايه؟ طاقة مجموعة رقم واحد. اوكي، شوف طاقتك دلوقتي، يا ترى اللي انت بتشعر بيه حاليا. كمان انت ممكن تسمع طاقة المجموعتين وتختار الطاقة المناسبة ليك. تعالوا كمان نشوف كروت طاقة. طاقة مجموعة رقم واحد، فكر تسافر. انت ممكن تكون بتفكر تسافر، او انت مثلا في سفر وعاوز ترجع بلدك. في طاقة سفر عندي مجموعة رقم واحد، وعندي رقم اتنين، وكمان عندي طاقة تفكير. الفترة دي بتفكر في حد او بتفكر في شيء او بتفكر في امور كتيرة داخلة في دماغك كده، وعاملة لك زي شوية قلق. بتفكر في حاجة وعاملك قلق الفترة دي. كمان الكارت ده بيقول انك يمكن روحانياتك الفترة دي قوية، او لو انت حاسس ان كل الطرق مسدودة قدامك او مش عارف تلاقي حل او طريق، يعني الجأ لربنا او الجأ لبيت عبادة. روح صلي في مكان عبادة، روح زور مكان عبادة، خلي روحانياتك تتصل اكتر او تعلى اكتر، او يجيلك الفهم او يجي لك الاحساس انك تمشي في ايه او تعمل ايه في حياتك الفترة الجاية ده، لو انت امورك كلها داخلة ببعضها ومش عارف تعمل ايه. الحقيقة انا شايفة ان انت يعني في طاقة ستار، انت في حد سبته او في شغل مثلا يعني بعدت عنه او ما توفقتش فيه، او بعدت عن ناس من حياتك الفترة دي، حصل لك انفصال عن حد او عن حاجة الفترة اللي فاتت دي، وانت زعلان جدا، في طاقة زعل. وكمان في طاقة انك مش عاوز تقرب من حد او تكلم حد، يعني مش عايز اشوف بني ادمين تاني في حياتي، خلاص خلاص شفت كتير وببعد بقى، مش عاوز اكون متواصل بحد مؤذي. شفت ناس كتيرة في حياتي مش كويسة، مش عاوز ان انا ادخل حد حياتي تاني ويطلع مش كويس، وانا اللي اتوجع وانا اللي اتظلم وانا اللي اعيش في الجو ده. بتعمل زي حاجز بينك وبين التواصل مع الناس، ويمكن حابب ان انت تكون لوحدك الفترة دي، او نفسيتك مش قادر انك تتكلم مع حد او تتواصل مع حد، خصوصا لو انت امرأة على فكرة، لان عندي طاقات اكتر، طاقة امرأة مش طاقة رجل. فلو انت امرأة اكتر الطاقة منطبقة عليكي انك مش عاوزة تقربي من حد، لا صحباتك ولا صديقاتك ولا اخواتك، عايزة تكوني لوحدك. تعبتي من حاجات معينة في الفترة اللي فاتت دي، وعاوزة تبقي لوحدك الفترة دي تفكري، وعاوزة تحسي بهدوء، عاوزة تحسي بسكينة بطمأنينة في حياتك. فتقولي اني زي ما تقول كده ابعد عن الشر واغني له بالظبط. فانت في طاقة انك عاوز تبعد عن الناس، او عاوز تبعد عن اي حد مؤذي او عارف انه مؤذي،
وما تتكلمش معاه وتبطل تواصل معاه. انت دلوقتي في طاقة قطع تواصل مع حد او مع كذا حد في حياتك، وفي طاقة تفكير كتيرة قوي. عندي هنا برج العقرب، انت ممكن جدا تكون من برج العقرب، وعندي رقم 2 ورقم 12، فبرضو الارقام دي ممكن تكون في تاريخ ميلادك. تعالوا بينا كده بقى نشوف مين الشخص، نشيل ده عشان ما نتلخبطش. مين الشخص اللي بيفكر فيك، اللي مشغول معاك، اللي باله معاك؟ يا مجموعة رقم 1. مين يا ترى الشخص ده؟ اوكي هاخد كده كروت اوريكانز برضو توصلنا اكتر للشخص ده. تعالوا نشوف ترى مين هو الشخص المشغول معاك حاليا. يا مجموعة رقم 1 اللي بيفكر فيك. الشخص اللي بيفكر فيك حاليا شايفاه مش في طاقة تواصل معاك، يعني ما بتتكلموش مع بعض، او يعني لو انت دلوقتي شخص مرتبط وفي حد في حياتك وبتتكلم معاه، فاحتمال يكون شخص قديم، يعني مش الشخص اللي انت مرتبط بيه. فاهمني؟ يعني الشخص اللي بيفكر فيك دلوقتي او متعلق او باله معاك او مشغول بيك، هو شخص ما بتتكلمش معاه دلوقتي، في بينكم انقطاع للتواصل. ممكن يكون شخص كراش وانت ما بتتكلمش معاه، ممكن يكون شخص كان في حياتك سابقا وخلاص انفصلتوا عن بعض، وهو دلوقتي حاليا بيفكر فيك او باله معاك. يعني حاليا قدامي الشخص اللي باله معاك او مشغول بيك ده شخص مش معاك حاليا او ما بتتكلمش معاه خالص. يمكن يكون مثلا شخص انت معجب بيه، وشخص ده ما بياخدش خطوة تجاهك، وانت حاليا بعيد عنه او في طاقة اوف بالنسبة له، انت بعيد ما بتتكلمش معاه، انت لوحدك وهو لوحده، مفيش بينكم تواصل. وشايفة على فكرة ان الشخص ده تعبك، يعني كان في تعب في العلاقة معاه، سواء شخص كنت منفصل عنه او سواء شخص انت معجب بيه. العلاقة كان فيها تعب، كان فيها اون واوف كتير، كان فيها عدم عدل، او انت كنت حاسس ان العلاقة دي فيها عدم عدل. انك مثلا بتهتم بيه وهو ما بيهتمش، انك بتديله مثلا ثقة، بتديله أمان، بتديله وعاوز تفتح له قلبك، وهو العكس كان قافل قلبه ومش عاوز يفتحه لك، ومش عاوز يقرب منك، ومش عاوز ياخد خطوة تجاهك، وبيبعد ويمشي ويسيبك ويرجع يتكلم معاك تاني، وفكر ان الموضوع كده حلو. لا، انت اخدت خطوة وبعدت عن الشخص ده وقلت خلاص وانا مش هتكلم معاه تاني، ولو الشخص ده رجع واتكلم معاه تاني انا خلاص اوف، يعني انا مش هتكلم، او انا مش عاوز ارجع للعلاقة دي تاني، او العلاقة دي تعبتني. شايفة معاك شخص ما كانش مديك حل، ما كانش مديك زي ما بيقولوا كده عقد نافع. لا انت عارف انت هتكون معاه ولا لا، ولا انت عارف هتمشوا هتسيبوا العلاقة انتوا الاتنين، كل واحد هيبقى في حاله ولا لا، كان معلقك. الشخص ده اللي بيفكر فيك، اللي مشغول بيك حاليا، كان معلقك، وكنت حاسس انه الشخص ده منجذب ليك جسديا، او كل اللي في باله ناحيتك هو شيء من الانجذاب الجسدي، اوكي، مش الانجذاب الروحي. ويمكن لبعض الطاقات كنت بتشوف ان الشخص ده حواليه ناس كتيرة، او هو صاحب علاقات، او ليه اكتر من حد، او شخص مشهور حواليه كتير، وانت تعبت من العلاقة دي وسبتها ومشيت، وحسيت ان الشخص ده مخادع، او الشخص ده زي التعبان بالظبط، زي التعبان اللي هو بيتسحب كده لحد ما يمتلك الحاجة، او بيبقى في طاقة هدوء او صمت لحد ما يمتلك الحاجة، فانت حبيت انت تخرج من العلاقة دي وتبعد عن الشخص ده وتمشي.
سواء بقى الشخص ده كنت معاه في علاقة واعترف لك فعلا بحبه ولكن ما خدش خطوة تجاهك، او سواء الشخص ده كنتوا في علاقة اعجاب ببعض وما كانش راضي انه يعترف بمشاعره او بحبه او يقول لك ان هو عاوز يكمل معاك او ان انت مهم في حياته، ما كانش بيعمل حاجة، كان بيبين لك بس نبذة كده عن الاعجاب ويبعد ويمشي ويقرب ويتكلم معاك تاني ويهتم بيك ويبعد ويقرب تاني. يعني فاهمين العلاقات دي؟ ده الشخص اللي مشغول بيك حاليا او اللي بيفكر فيك حاليا او اللي باله معاك حاليا ده. طيب تعالوا بقى نسأل السؤال المهم او السؤال الاهم، ليه هو في الطاقة دي وليه هو مازال متعلق بيك وليه بيراقبك وبيبص عليك بالرغم من انك انتظرته كتير انه يتكلم او يعمل خطوة وما عملش؟ تعالوا نشوف. بيراقب. قدامي شخص صاحب علاقات. يعني ايه؟ يعني بيحب ان هو يخلي ده يقع في حبه وده يقع في حبه وده يقع في حبه وده يعجب بيه وده يبقى عاوزه معاه وده يحلم بيه. هو بيحب كده، بيشعر بالراحة لما بيحس ان هو مرغوب فيه او محبوب، او يعني ده انا يعني كله هيموت عليا. هو من الطاقة دي بيحب كده. تمام. الشخص ده لما انت بعدته وسبته او لما ما بقتش تتعامل معاه بنفس المعاملة اللي كنت بتتعاملها معاه، معاملة الحب، معاملة الاهتمام، او معاملة انه مهما يعمل فيك برضه بتتكلم معاه واكن عادي ومفيش اي حاجة حصلت، انت عملت خطوة، انت بعدت عن الشخص ده، انت بقيت تتعامل معاه معاملة تانية، انت اللي ابتديت. لما انت عملت كده الشخص ده ابتدى انه يفوق لنفسه ويحس ان هو كده لوحده او ان هو كده خسرك. بصوا لو لاحظتوا هتلاقوا هنا هيرمت وهتلاقوا هنا كمان هيرمت، ان هو لوحده انه خسرك. الشخص ده اول ما ادرك او حس من جواه انه خسرك بقى هيموت وعاوز انه تكون في حياته تاني، يتعلق بيك قوي من ساعة ما حس ان هو خلاص خسرك او هيخسرك. تمام. من ساعة لما حس انه خسرك او هيخسرك ابتدى انه يتعلق بيك زيادة ويحس قد ايه هو لوحده او قد ايه اللي هو بيعمله ده مش هينفعه بحاجة. ماشي، ده معجب بيا وده بيحبني وده وده وده، بس انا في الاخر ما استفدتش حاجة. هو حس ده جدا، ويمكن الشخص ده كان معاك كتاب مقفول وما كانش بيبين اي حاجة وما بيقولش مشاعره ليك، ما كانش بالقدر، يعني العلاقة ما كانتش متزنة، كان فيها عدم اتزان، كان فيها اختلاف ما بينك وما بينه. كان في شخص بيدي وشخص ما بيديش، او شخص عاوز ياخد بس وما يديش، اللي هو الشخص اللي معاك. لما حس ان السجادة اتسحبت من تحت رجليه خاف وابتدى انه يواصل بقى فيه او يكمل بقى زيادة في التعلق. ليه؟ هو كان متعلق بس ما كانش متعلق بالدرجة اللي هو تعلقها بيك دلوقتي او في الطاقة الحالية. دلوقتي متعلق اكتر، دلوقتي بيفكر فيك اكتر، دلوقتي باله مشغول معاك اكتر، وخصوصا برضو لو انتوا كنتوا علاقة اعجاب ببعض مفيش بينكم اعتراف، على طول بيفكر في اللي كان ما بينكم، على طول بيفكر في اللي قاله لك واللي عمله معاك، وان هو حتى ما بين لكش ان هو معجب بيك او عنده مشاعر تجاهك، ما بينش اي حاجة من دي. دايما كان بيحاول يضايقك او يغيظك او يكون متبارد معاك. الشخص ده كان متبارد جدا معاك على فكرة، وانت انتظرته كتير وتعبت من الانتظار ده، وعلشان كده هو حاسس بالتقصير، يعني مقصر في حقه، حاسس ان هو ما كانش المفروض انه يعمل كده، ندمان على فعله. الشخص ده بيراقبك عشان ندمان على فعله، باله مشغول معاك، خايف تكون نسيته او خايف تكون خلاص ما بقتش تفكر فيه وما بقتش او هو ما بقاش على بالك. بس عشان كده الشخص ده حاليا في الطاقة دي مجنون، في طاقة جنان كده.
يمكن بينام بيشوفك قبل ما ينام اونلاين ولا مش اونلاين، بيصحى برضه يشوفك اونلاين ولا مش اونلاين، هو على طول بيراقبك وعلى طول بيفكر الشخص ده. ليه؟ عشان انت عملت خطوة. طب على فكرة يا جماعة، لو انتوا لسه ما عملتوش الخطوة دي وبعدتوا عن الشخص ده، حاولوا تعملوا الخطوة دي وتبعدوا عنه. اللي ما يقدركش ما تقدروش، واللي ما يهتمش بوجودك معاه برضو ما تعملش ليه خاطر، ولا تسمع انه ممكن يكون مضغوط، ممكن يكون مش عارف ايه، ممكن لا. بصوا، اللي عاوز حاجة بيعملها، ولو حد عاوز شخص بيكون معاه لو فين. فانت لو ما عملتش خطوة ان انت يعني تصحي الشخص ده انه فعلا ممكن يخسرك، او ممكن يصحى من النوم في يوم ما يلاقيش الشخص ده تاني في حياته، هو عمره ما هيصحى ولا هيفوق. لو فعلا الشخص ده انت انتظرته كتير وتعبت من الانتظار، وتعبت ان هذا الشخص ياخد خطوة تجاهك وهو زي ما هو، يبقى حاول ان انت تعمل الخطوة دي. عندي برج الميزان وبرج الجدي وبرج العذراء. تعالوا بينا نخش على مجموعة رقم 2. نشوف طاقة مجموعة رقم 2، ترى طاقتكم دلوقتي عبارة ايه؟ ناخد كمان كروت طاقة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عندك طاقة انتصار. لو مستني حاجة فيها قرار مثلا، يا ترى القرار ده ايه؟ لو مستني خبر، لو مستني رسالة، لو مستني اي حاجة، انت عندك طاقة انتصار. لو مستني قضية، في عندك برضو طاقة انتصار، وعندك طاقة وفرة مالية، وفرة في كل حاجة في حياتك، وراحة نفسية وهدوء واطمئنان. وما شاء الله، يعني انت داخل على مرحلة حلوة جدا. مجموعة رقم 2، بالرغم من انك يمكن حاسس بوجود بعض الكلام او بعض الاحاسيس جواك بداخلك، مش عارف تطلعها، مش عارف تتكلم فيها، مش عارف تقولها، الا ان ان شاء الله في انفراجة، في وفرة، في انتصار قادم ليك. عندي رقم 3 ورقم 28، وتعالوا نشوف كروت التارو بتقول ايه برضو. ان شاء الله طاقة اكشن اهي، وطاقة تحريك، ان تتحرك، هتحرك، هتعمل حاجة، هتجدد حاجة، هتسافر، هتغير حاجة في بيتك، هتغير حاجة في شكلك، يعني تعمل نيولوك مثلا. في طاقات عندي هنا، طاقة نارية، ففي تحريك، في حاجات هتتحرك، يعني طاقتك بتتحرك، يعني مش طاقة راكدة أو طاقة اكتئاب أو زعل أو كده. بالرغم إنك قلبك مكسور، يعني مش هنقول حاجة غير كده، لأن ده المعنى الحرفي للكارت ده. أنت قلبك مكسور وعندك رفض لشخص، رافض شخص أو رافض حالة أنت عليها. يمكن رافض إنك قلبك يكون مكسور، أو أنت رافض شخص بسبب إنه كسر قلبك، وعندك طاقة تفكير، أو أنت حاليا في طاقة تفكير، بس ما تفكرش كتير، لأن في انفراج وفي كل حاجة حلوة جاية لك بإذن الله في الطريق. يعني أنت في طاقة حلوة جدا. وعندي طاقة برج الأسد، ممكن جدا تكون من طاقة برج الأسد، هي مجموعة رقم 2، أو طاقات نارية يعني عامة. ممكن تكون حمل أو قوس. اوكي، لو بدور على حقيقة معينة، ففي حقيقة هتعرفها. يعني لو في حاجة متخبية عليك مثلا، وانت عاوز ان انت تعرفها، فانت الفترة القادمة دي تعرف حاجة. انت لو انت بتفكر في حاجة متخبية عليك، يعني مش عارف،
بعد كده نشوف مين الشخص اللي بيفكر ومشغول بيك يا مجموعة رقم 2. عايزين نعرف مين الشخص المشغول بمجموعة رقم 2 يا ترى. لو عاوز يبين نفسه على فكرة. طب تعالى بقى، تعالى بقى عايزين نعرف مين الشخص المشغول بيك يا مجموعة رقم 2. وهي كمان ناخد كروت اوريكلز نشوف مين هو ده. الكروت فيها حاجات. طيب هسيبها عدم هما الكارتين. طيب هسيبها في كروت كده بتكون جاية غلط، وفي كروت يعني اكتر من كارت، يبقى لا بقى نسيبهم. مين الشخص ده؟ الشخص ده شخص بيحبك، الشخص اللي مشغول بيفكر فيك وباله معاك على طول، ده شخص بيحبك. يعني مش مجرد إعجاب، لا ده شخص بيحب، شخص بيحب وشخص تعب من الصبر. اوكي صبر على حاجات كتيرة بقاله كتير، وتعب من الصبر وتعب من التفكير وخلاص. يعني عارفين الشخص اللي بقى على آخره، هو ده، ده الشخص اللي مشغول بيك حاليا او بيفكر فيك. شخص تعب بالتفكير وتعب من الوقت الكبير وتعب من الصبر وتعب من المشاكل اللي عنده كتيرة اللي ما بتخلص. على فكرة الشخص ده شكله الخارجي حلو، يعني ملفت للانتباه سواء رجل أو امرأة. يمكن شخص كنت معاه في علاقة مثلا وانفصلتوا عن بعض. اوكي او شخص انت معجب بيه ممكن جدا. الشخص ده كان في بينك وبينه تواصل لفترة، كان في بينك وبينه كلام، كان في بينك وبينه مشاعر، بس شايفة من ناحيته هو مشاعر حب، من ناحيتك انت بقى كل واحد اضرب نفسه. يعني انت بتحبه او معجب بيه اوكي، بس من ناحيته هو شايفة طاقة حب كبيرة تجاهك. ده طاقة الكينج اوف كابس، بيحبك حب ناضج مش حب كده وقتي يعني. وعلى فكرة شايفة ان العلاقة دي بقى لها فترة، مش يعني بقى لها فترة حلوة، يعني مش علاقة قريبة او علاقة لها فترة بسيطة. مش عارفة ليه الدنيا النور قفل كده. طيب نكمل. فدي علاقة بقى لها كتير، يعني يمكن اكتر من سنة. الشخص ده متألم جدا، عنده طاقة ألم شديدة حاليا، وبيحبك قوي تمام. ولو انتي امرأة فهو دايما بيشوفك بطاقة الأنثى اللي هيجوزها أو الزوجة أو الأنثى اللي هتكون معاه في علاقة زواج ويخلف منها ويجيب أولاده كده. على فكرة الشخص ده ممكن لو بيقعد لوحده هتلاقيه بيبكي، متضايق، زعلان، حاسس انه مش مبسوط في حياته وانت بعيد عنه، او انتوا ما بتتكلموش مع بعض، او ما فيش بينكم تواصل، او ما فيش بداية حصلت ما بينكم، ما فيش خطوة حصلت في علاقتكم ببعض. كانت علاقتكم على طول ما بين البنين قرب وبعد، كلام وعدم كلام، كانت علاقتكم كده. فالشخص ده على فكرة متألم جدا، بيراقبك، بيبقى دايما عينه عليك ودايما باله مشغول معاك وقلبه مجروح من جواه. تعالوا كده نشوف اكتر بكروت تانية. طب ليه هو في الطاقة دي؟ ليه مشغول كده؟ او ليه ما بياخدش الخطوة لحد دلوقتي؟ عايزين نعرف. زعلان قوي، ايه ده؟ بيحبك جدا، زعلان قوي وبيحبك جدا.
ويمكن الشخص ده يكون في بينك وبينه مسافة، في بينك وبينه بعد، انت في بلد هو في بلد، او بقالكم فترة كبيرة ما بتتكلموش مع بعض، ويمكن العلاقة فيها عوائق، او بالنسبة له انه يوصل لك دي حاجة صعبة او بعيدة او متعبة، او في حاجة منعان هو يوصل لك حاجة غصب عنه، شايف هنا ان في بينكم بعد بلاد، وبرغم بعد البلاد انت دايما معاه وفي باله واكنك جنبه جنبه يعني، ومشغول بيك على طول على فكرة، وبيبكي في بعدك، الشخص ده بيبكي في بعدك ونفسه انه يكون جنبك او يقرب منك او ياخد معاك خطوة. على فكرة شايفة ان مجموع رقم 2 الشخص ده عاوزك وبيحبك وبيطمن بوجودك وتعبان من غيرك، بس في حاجة أقوى منه، عائق أقوى منه هو اللي بيمنعه إنه يتواصل معاك أو إنه يكون معاك أو إنه يكلمك أو إنه ياخد خطوة في العلاقة دي، حاجة أقوى منه، الشخص ده بيحبك وبيبكي عليك. عندي هنا برج الدلو، عندي برج الميزان، برج العقرب، على فكرة ده زهق من التفكير، زهق من التفكير وزهق من الحالة اللي هو عليها اللي ما بتتغيرش، ومش عارف يبتدي بداية جديدة، أو مش عارف يعني يتكلم معاك ببداية جديدة، مش عارف يعمل ده. برج الميزان، برج العقرب، والأبراج اللي أنا قلتها قبل كده، ورقم 2 ورقم 1 ورقم 8 رقم 9. اوكي طيب، انا خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم، متنسوش اللايك وسبسكرايب لو انتوا اول مرة تشوفوني، ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، ان شاء الله القراءات المجانية اللي كتبتوها على الفيديوهات اللي فاتت ان شاء الله انا هعملها، يعني ما تقلقوش، هاخد من القراءات دي او هاخد الناس اللي اكتر ناس عملت كومنتات ان شاء الله هجاوبكم، ما تقلقوش. ماشي، نورتوني وشرفتوني، باي باي.